شرفنا المحلل الفني شريف سالم بنسعد بيه دايما في السادسه. مساء الخير يا شريف. مساء النور. بسطت النهارده؟ لا ما بسطتش يعني زي اغلب الناس. طيب خليني اقرا معاك الاول قبل ما ادخل في ماتش الجابون النهارده، خليني اقرا معاك المرحله الاولى. انا هسمي الاربع ماتشات دول ليبيا رايح جاي وانجولا والجابون المرحله الاولى لمستر كارلوس كيروش. اهم الايجابيات اللي شفتها ولاحظتها او رصدتها يعني في تولي رجل للمسؤوليه، واهم السلبيات اللي شايف انه على الرجل ان هو يتعامل معاها. بالنسبه لي اهم الايجابيات هنحط ايدينا على فكره انه بقى فيه لعيبه جديده في المنتخب كناش شفناها قبل كده، زي عمر مرموش، في لعيبه بتدخل المنتخب، في لعيبه نجوم بتستبعد. طبعا اللعيبه النجوم بتستبعد بغض النظر ايه الاسباب، بس فكره انك تستبعد نجوم دي بتبقى شويه بتدي ثقه للمدرب ان هو حاسس ان انا اقدر استبعد اي حد واكسب باي حد. ده الجزء اللي يخص الفتره الاولى. طب وبعدين احنا اتنقلنا من مرحله ان احنا بنستبعد النجوم. طب انت اتكلمت على وجبنا النجوم. انت اختزلت الايجابيات في الاختيارات بس، سواء اختيار اسماء او استبعاد اسماء، لكن ما شفتش للراجل في الملعب بصمه او 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 حاجه تقول انه الراجل شغال وهيطلع قماش في الاخر زي ما بيقول. هو احنا بعد ماتش ليبيا اتقابلنا هنا وقلنا ان كابتن حسام البدري مشي مش عشان النتائج، هو مشي عشان الاداء. مظبوط. وبعدين لعبنا ماتش ليبيا الاول كان وحش، ما عملناش اداء كويس، مش احسن حاجه. بعدين ماتش ليبيا الثاني كان في مشكله بسيطه في التاكتكس، بس نتيجه المباراه غطت على الكلام ده وغطت على حاجات تانية كتير. الفتره اللي بعدها دخلنا في ماتش انجولا الاداء ما كانش احسن حاجه. مش هقول ماتش كان وان سايد جيم، هو ما كانش وان سايد جيم، بس نصه كان الاولاني كان وان سايد جيم، الشوط الاول وان سايد جيم. وان سايد جيم. الشوط الثاني المنتخب بدا يدخل في المباراه تدريجيا، وانتهت المباراه بالتعادل بعد ما المنتخب كان متاخر 2-0. الناس لما طلعت اتكلمت ما انتقدتش الاداء، بس علقت على ايجابيه ان انا كنت متاخر بهدفين وقدرت ارجع بس الناس ما اتكلمتش لا في التاكتكس في المشكله ولا في حلول المشكله. بعدها رجعنا تاني لعبنا ماتش الجابون، الناس كلها كانت مستنيه انه خلاص انت ريلاكست جدا، انت ما عندكش مشكله، انت خلاص صعدت بشكل رسمي، تقدر ان انت تحط حاجه واضحه في الملعب نقدر نتفرج عليها ونقول لا في شغل اهو وبيحصل في الملعب قدامنا. بس للاسف هو اللي احنا شفناه على مدار المباريات، يعني انا النهارده كنت قاعد قدام الماتش بحاول افهم هو المنتخب بيلعب 4-3-3 ولا 4-2-3-1، الدور اللي كان بيقوم بيه قفشه ايه؟ انا مش عارف، يعني اوقات انا كنت بشوف الفورميشن قدامي 4-2-3-1 واضحه في الملعب، الثلاثه على خط واحد وقدامهم مروان وتحتهم اثنين السوليه وحمدي، واوقات كنت بلاقي ثلاثه فلات السوليه وحمدي ومعاهم قفشه وقدامهم ثلاثه. انا ما شفتش ده، ما شفتش حتى انه هو الوينج بيلعب ايه، يعني انفرتد، هو مهاجم زي في النادي الاهلي مثلا 3-4-3. الثلاثه اللي اختارهم قدام ثلاثه مهاجمين، يعني شريف كان بيلعب جناح لفترات، بس هم الثلاثه بالنسبه لي مهاجم صندوق، يعني احمد ياسر ريان ومروان حمدي ومحمد شريف، وخصوصا محمد شريف الموسم اللي فات كله بيلعب راس حربه صريح. بيلعب راس حربه، ولو انت بتعتمد على ان اللاعب ده مارس المكان ده في انبي فهو كان بيلعب جناح شمال. فان هو يلعب جناح يمين النهارده دي كانت غريبه جدا. نفس الكلام بالنسبه لاحمد ياسر ريان، لعيب بروفايل صندوق، طول بعرض بقوه بدنيه واضح، يعني البروفايل واضح بيلعب ازاي وطريقه لعبه ايه. انت اخترت اثنين شبه بعض بالظبط، كان ممكن لو انت عايز الاثنين ياخدوا دقايق لعب 45 و45 والعب بمصطفى فتحي لعيب جناح، لكن انا ما عملتش حاجه خالص.